الأنوثة، ما هي الأنوثة وفقا للنفس المزيفة؟ الأنوثة هي وضع المكياج الزائد، الأنوثة هي سدل الشعر على الكتفين وإظهاره وصبغه بأنواع الألوان لكي تجذب نظر الرجل، التميع في الكلام والخضوع في الكلام والتذلل. فكلما كانت المرأة بصورة تشابه صورة الباربي كما يعبرون كانت هي الأنثى. هذه الأنوثة وفقا لأي نفس المزيفة؟ طيب الأنوثة وفقا للنفس الحقيقية ما هي؟ هي العفة، هي الحشمة، هي الورع، هي الحنية، الحنان. الأنوثة هي اللسان اللبق والعطر بذكر الله سبحانه وتعالى. أليست الزهراء أنثى؟ فماذا كانت الزهراء؟ هل كانت الزهراء تتمكيج؟ هل كانت الزهراء تظهر شعرها للرجال؟ هل كانت الزهراء تظهر مفاصل جسدها للمجتمع؟ أبدا. السيدة مريم البتول، السيدة العذراء عليها السلام، هل كانت السيدة العذراء تتمكيج؟ هل كانت السيدة العذراء تبتذل؟ هل كانت السيدة العذراء تصبغ شعرها وتظهر للرجال؟ أبداً.